نظم المجلس الإسلامي الأعلى الملتقى الوطني الثالث الشيخ ابن التباني والمدرسة الأشعرية في العقائد بعنوان الأشعرية طريقة الحياة. الملتقى احتضنته جامعة محمد البشير الإبراهيمي ونشطه علماء وباحثون من مختلف ولايات الوطن. تغطية في ميكروفون تقي الدين بن زيان. المجتمع يحتاج إلينا، ونحن نشكو من هذه الأصوات الشاذة، لكن نقول نحن نشكو، نحن من؟ إذن لازم نرجع إلى أن نحدد من نحن، فما كان متوافقا مع وجودنا، مع آثارنا، مع عقائدنا، ما كان متناسبا مع ما وصل إلينا من سلفنا الصالح، فهو هذا هو نحن. الجامعة هي الأرض الخصبة لكل الملتقيات، وخاصة أن هذا ملتقى علمي وثقافي وديني يدعو إلى المرجعية الدينية وإلى طريقة الجنيد السالك والمحافظة على الأشعرية. وبالتالي فإن احنا التوجه نتاعنا أن كل الملتقيات وكل الندوات وكل يعني الإثراء العلمي إلا ويكون في الجامعة. للأشعرية كمنهج في العقيدة والفقه المالكي كمنهج في العبادة والمعاملة فجانب متعلق بالعقائد والإيمان، والجانب الآخر متعلق بالعبادات والمعاملات، وهما خطان متوازيان سيان يمشيان مع بعضهما البعض، لا يمكن أن يتفرقا أبدا.